صنع المشاركون في مسابقة نوستالجيا نسزمان لأحسن تحفة فخارية أجواء رائعة بدار الشباب لدرع محمد، التي غصت أروقتها بتحف فخارية حملها 57 مشاركا. مسابقة نوستالجيا نسزمان للحرف التقليدية والصناعة الفخارية، يعني المشاركين فيها كانوا حوالي بالتحديد 57 مشارك من أصل 71 مسجل ضمن هذه المسابقة. الحمد لله التنوع تاع الأواني الفخارية ومشتقاتها كان متوفر ما شاء الله، خاصة التحف الفخارية والطينية، التحف النحاسية، التحف الخشبية أيضا، وأشياء كثيرة موجودة ومتأصلة في المجتمع، يجب أن تكون الإذاعة رائدة في الحفاظ عليها. المشاركات والمشاركون جلبوا أواني فخارية عمرها أكثر من نصف قرن لإثراء المسابقة. كاينة حتى الزير اللي راه عليه 40 سنة، كاينة قصعة عليها تاني 40 سنة، شغل كاين حوايج رممتهم وكاين حوايج خليتهم كيما راهم، اليوم جيت باش نشارك بهم. أنا تعلمت يما الله يرحمها كانت تصنع العجب، زادوا جاوا النساء تاع خوتي نفس الشيء، نوت أنا مع النساء تاع خوتي وتعلمنا. وقت مستنى من بعد كيعود بالولاد هذاك بركيت. نقول لهم ما تنساوش الشيء تاع بكري، خاطر مش هو الاصل، هو التاريخ، هو كلش، هو اللي يعرفك ببلادك، يعرفك بتاريخك، يعرفك بلي انت راكي جزائريه قح، فهمتيني؟ الله يبارك ما شاء الله. ورانا فرحانين بهذا المعرض هذا، راهو يشرف حاجه مليحه، بيسجعوا الفعيله فيين وتلمينا هنا عائله فريده، ماذا بينا هذا يعرف هذا. الفائزات الثلاث حصلنا على 3 عمرات الى البقاع المقدسه. الحمد لله والحمد لله والحمد لله، نشكر المولى عز وجل ونشكر إذاعة ميلا والمسؤولين على الحصة هذه، وجينا شاركنا في هذه التظاهرة التاريخية الأصيلة اللي تمثلوا الأواني للأصالة والعراقة والتاريخ تاع أجدادنا. نهاية المسابقة عرفت إطلاق الطبعة الجديدة والمتمثلة في مسابقة أحسن تحفة نحاسية.